تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، شارع راشيل كوري المتفرع من أسطول الحرية. حضراتكم، في فلسطين في حركة تضامن عالمية بقالها سنين مع الشعب الفلسطيني. حركة التضامن الدولية ديت فيها كتير من النشطاء، أغلبهم من الشباب اللي بيجوا وعارفين ان هم عرضة للقتل من الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك بيجوا يتصدوا للاعتداءات الإسرائيلية، سواء في بناء مستوطنات أو في ضرب الخيام أو ضرب الشعب الفلسطيني. من بين الشخصيات في عدد منهم قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، منهم في سبتمبر 2024 إسينور إيجي، أمريكية من أصول تركية عندها 26 سنة. جاءت هذه الشابة إسينور إلى الضفة الغربية وهي جزء من حركة التضامن الدولية. هناك المستوطنين في الضفة يا بيقتلوا الفلسطينيين يا بياخدوا أراضيهم كل يوم، يعني كل يوم الصبح يصحوا ياخدوا لهم كام فدان أو يقتلوا كام فلسطيني، جزء من الروتين اليومي للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة. ففي مظاهرة في نابلس ضد بناء المستوطنات على أراضي فلسطين في الضفة الغربية. راحت هذه الفتاة الأمريكية من أصول تركية 26 سنة لهذا المكان، وقفت في المظاهرات مع الناس اللي بيتظاهروا. هي مش مظاهرة بالمعنى الكبير للمظاهرة، هي وقفة احتجاجية بسيطة على الأد، نتيجة أنهم خايفين كل شوية اطلاق رصاص في مواجهة المستوطنين، أنهم بيقولوا لأ ما تبنوش مستوطنات على أراضي الضفة الغربية. فهذه الفتاة وهي واقفة شايلة يافطة وبتهتف فقط لا لبناء المستوطنات، ما عملتش أي حاجة تانية، الجيش الإسرائيلي أطلق عليها الرصاص وقتلت على الفور. أمريكية، ومع ذلك البيت الأبيض لما اتكلم لم يشر إلى إدانة إسرائيل أو مسؤوليتها. وزير الخارجية بلينكين اتكلم إن ده شيء مؤسف جدا لكن لم يدن إسرائيل. فتخيل بقى لو مواطن أو مواطنة أمريكية في أي مكان في العالم وقتل برصاص جيش في البلد ديت أو شرطة في البلد دي، هتلاقي إن الأمريكان بيتكلموا 50 بقى عضو كونجرس رايح وعضو كونجرس جاي وحركات حقوقية رايحة حركات حقوقية راجعة وافتتاحية نيويورك تايمز ثم واشنطن بوست، الدنيا تتقلب على هذا الأمر. لكن ديت أمريكية 26 سنة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، مفيش ذرة شك، ما كانتش بتعمل أي شيء غير واقفة بتقول ما تدموش مستوطنات، مظاهرة سلمية تماما، ومع ذلك مفيش أي تحرك وتم التعامل مع الموضوع كأن هذه الفتاة لا تعنيهم في قليل أو كثير. أيضا قبل كده راشيل كوري سنة 2003، يمكن بعضنا يكون فاكر الاسم لأنها اتشهرت جدا في وسائل الإعلام نتيجة الصدمة كيف قتلت راشيل كوري. برضو هي زي هذه الفتاة إسينور، راحت على فلسطين مخيم فلسطيني، واقفة لحماية المخيم وإنقاذ الأطفال اللي هناك ومساعدة الفقراء اللي هناك ودعم المصابين والجرحى في عمليات عسكرية إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وبينما هي كذلك في بيت راح الإسرائيليين يهدوه الجيش الإسرائيلي، فراحت وقفت ضد هدم المنازل لأن دي جريمة حرب، ناس مدنيين ساكنين في البيوت تروح الجرافات الإسرائيلية تهد البيت، يعني تديك فرصة شوية زي ما طلعش تهد البيت على اللي فيه. فراحت راشيل كوري كان ده 2003، يعني 20 سنة قبل الحرب الأخيرة، الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة 23-24، ده 2003. راشيل كوري راحت مع زملاء ليها وقفوا قدام الجيش الإسرائيلي بشكل رمزي، لأن الجيش الإسرائيلي قرر أنه هو يهدم منزل، وهذا المنزل لناس مدنيين ساكنين فيه. فوقفت هي من باب يعني الرمزية، هي يعني هتقف تكسر مثلا الجرافات
لا ده وقفة، بس وقفة رمزية ان احنا واقفين. فمش معقول اي حد في العالم يتخيل ان في جرافة هتكمل وتقتل، فالجرافة كملت وقتلت هذه الناشطة راشيل كوري. فشيء يعني غير متصور ان جرافة ماشية، واحدة مدنية غير فلسطينية واقفة بتدافع عن مدنيين ان بيوتهم ما تتهدش فالجرافة تقتلها، ومع ذلك برضه المجتمع الغربي ولا حاجة، فوت الموضوع. انما ده لو في اي بلد اخرى في العالم برضه كنا لقينا الصحافة والاعلام والاحزاب والبرلمانات في الغرب لم تتوقف، وكل 5 دقائق ربع ساعة يطلعوا بيان اخر، البرلمان الاوروبي على الاتحاد الاوروبي، الكونجرس الامريكي على الصحف الامريكية، وهكذا الآلة كلها تشتغل. لكن راشيل كوري مفيش حد اشتغل، رغم انها قتلت بجرافة وهي واقفة بتقول لهم لا لا تهدموا بيوت الفلسطينيين. ايضا نموذج اخر توم هرندل. توم هرندل هو ناشط سلام بريطاني، وبرضه كان شاب في سن صغير، كان عنده 22 سنة. هذا الشاب راح برضه علشان خاطر يساعد الفلسطينيين في المخيمات والناس المحتاجين وضحايا الحروب، بمعنى المصابين من حروب سابقة، ان هو يعالجهم يساعدهم يأهلهم نفسيا وما الى ذلك. تم وهو موجود مع الفلسطينيين في غزة اطلاق رصاص من الجيش الاسرائيلي وقنابل وحاجات مروعة زي ما احنا بنشوف دلوقتي، فهو راح ينقذ طفل فلسطيني. زميلة ليه بتروي ان هو شاف الأطفال تجمدوا، أطفال فلسطينيين أحياء، إنما تجمدوا من الرعب، يعني من الخوف مش عارفين يتحركوا لأن الرصاص ماشي جنبهم في كل اتجاه، فمن الخوف لا قادرين يجروا ولا يهربوا، وقفوا مكانهم. ففي طفل الرصاص جاي عليه راح أنقذه وأبعده، الرصاص مستمر راح يجيب الطفل التاني عشان ينقذه، قتل هو برصاص الجيش الإسرائيلي. طيب ده بريطاني 22 سنة باحث وداعية في السلام راح يساعد أطفال، قتل من الجيش الإسرائيلي وهو بينقذ أطفال فلسطينيين من الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك بريطانيا طلبت تشارك في التحقيق، إسرائيل رفضت. طيب شرطة العاصمة البريطانية قالوا كلمناهم علشان نقعد مع الجنود المتهمين بالقتل، إسرائيل رفضت. طيب نقعد مع الشهود، إسرائيل رفضت، والموضوع انتهى على كده. برضو تخيل لو ان هذا الناشط البريطاني في اي بلد اخرى وانه حصل معاه ما حصل وقتل، كان هيكون تصرف الاعلام البريطاني وتصرف الغرب كله ازاي على اثر قتل ناشط بريطاني عنده 22 سنة برصاص الجيش وهو واقف ما عندوش اي شيء بيحمله، لا سلاح ولا غير سلاح، وكل اللي عمله انه راح ينقذ طفل من إطلاق الرصاص عليه، فأطلق عليه هو الرصاص ومات على الفور. أيضا في حضراتكم جيمس ميلر 2005. جيمس ميلر مخرج بريطاني أيضا واخد جوائز كبيرة، منها جائزة إيمي العالمية المعروفة، وعمل فيلم، هو آخر فيلم عمله بعنوان الحرب في غزة، فراح يعمل برضه أفلام وثائقية عن وضع الأطفال في مخيمات اللاجئين والوضع السيء جدا المؤسف جدا اللي الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي معيش فيه الناس الفلسطينيين اللاجئين في هذه المخيمات. فميلر وهو بيشتغل على هذا الفيلم بيقابل بقى أطفال، بيصور معاهم، بيكلم مع أهاليهم، صور مخيم من بره. الإسرائيليين مش عايزين حد يظهر الحقيقة، فلا بد من قتل الحقيقة. طيب واحد هيروح يصور الحقيقة، طب نقتل اللي هيصور الحقيقة، وفعلا تم قتل ميلر في هذا المخيم. ده مخرج واخد جوائز عالمية بريطاني، ومع ذلك برضه ولا أي حاجة حصلت بخصوص التحقيق في جيمس ميلر. ونفس الموضوع إن البريطانيين قالوا إن إحنا تواصلنا مع إسرائيل علشان خاطر يشاركونا في التحقيق وإسرائيل رفضت. في بقى أسطول الحرية، كلنا طبعا يمكن سمعنا عنه أو فاكرين، لسه كان 2010.
ده أسطول من نشطاء حول العالم راحوا يكسروا الحصار الإسرائيلي على غزة، وهو حصار بحري وبري أفلين على غزة الإسرائيليين. فجاء الأسطول ده من البحر المتوسط علشان يكسر الحصار وينزل في ميناء غزة، وهو من 7 سفن. أكبر سفينة في الأسطول اسمها مرمرة. هذه السفينة القوات الإسرائيلية نزلوا الكوماندوز على السفينة وقتلوا 9 من النشطاء اللي على هذه السفينة مرمرة. نفس السلوك زي ما بيقتلوا حاليا مدنيين، أطفال ونساء وشيوخ وناس ماشية في حالها، ويعتبر أن ده يعني عمل عسكري عظيم. نفس الحكاية، سفينة مدنية، سفينة سياحية، اللي راكبين على دول نشطاء يعني سياح تقريبا ولا يمتلكوا أي شيء نهائيا ولا سلاح من أي نوع. وهؤلاء النشطاء اللي جايين من دول مختلفة، والمجموعة دي كانت من تركيا، تم قتلهم لما الكوماندوز نزل على مرمرة، وهم عزل تماما من أي سلاح، وكل اللي عايزينه كسر الحصار البحري على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. هل حسبت إسرائيل على 9 اللي قتلتهم في سفينة مرمرة في أسطول الحرية؟ هل اتحسبت إسرائيل على هذه الفتاة الأمريكية إيسينور 26 سنة؟ هل اتحسبت على راشيل كوري التي قتلت عام 2003 وهي واقفة قدام جرافة إسرائيلية؟ هل توم هرندل اللي هو عنده 22 سنة كان بينقذ طفل فقتلوا الجيش الإسرائيلي بالرصاص، إسرائيل حسبت على ذلك؟ وهل جيمس ميلر المخرج اللي واخد جوائز دولية لما قتل أيضا تم حساب إسرائيل على ذلك؟ ولا أسطول الحرية ولا ده ولا ده ولا ده. إنما يجب لاقتراحنا إن الدول العربية والإسلامية تخلد أسماء هؤلاء، دول أبطال، ولازم تخلد أسماءهم على شوارع، علشان دول أبطال جاءوا من كل مكان حول العالم علشان يقولوا لإسرائيل لا، فقتلهم الجيش الإسرائيلي. فلابد نخلد ذكراهم بأن أسماءهم تكون موجودة على شوارع في 60 دولة في العالم الإسلامي، أو قرابة 60 دولة في العالم الإسلامي. الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة دخلت الشهر 12، أكثر من 40,000 من الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال، وتدمير كل شيء استطاع الجيش الإسرائيلي أن يدمره في غزة، ومع ذلك بطولة أسطورية عظيمة في مواجهة الكارثة. موقف مصر من هذه الحرب كما عبر عنه رئيس السيسي هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة، وهذه الدولة تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. وفاصل ونكمل.